ده الجزء الثاني والاخير من مسلسل الدراما الكوري لعبة الحبار، واللي هنكتشف فيه مين هو العقل المدبر اللي ورا اللعبة دي، ومين برضو اللي هيقدر يفوز بالجائزة اللي بتقدر بحوالي 45.6 مليار وون. واللي لسه ما شافش الجزء الاول هنسيب لكم رابط الجزء الاول في الوصف، ولو لسه جديد في القناة ما تنساش انك تشترك وتفعل جرس الاشعارات عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ويلا بينا. بعد ما قدر المشاركين انهم يكملوا التحدي اللي قبل كده وعدوا منه بنجاح، بدأوا يعرضوا عليهم انهم يدوهم وجبات خفيفة، لكن ديكس وميريون ما كانوش راضيين عن الوجبات اللي كانوا ادوها لهم، واضطروا انهم يستنوا عشان يحصلوا على وجبة تانية خفيفة. بس للأسف في واحد من المشاركين ما قدرش انه يحصل على الوجبة بتاعته، وحس ان اللي خد وجبات بزيادة هو ديكسو، فيقرر يروح له ويحاربه عشان ياخد منه الاكل، لكن للأسف اتعرض للضرب منه لحد ما مات في النهاية. وبدأ المشاركين يلاحظوا الحادث اللي حصل وطلبوا من اللجنة انهم يعملوا اي حاجة، لكن بغض النظر عن اللي حصل الغريب انهم استبعدوا برضو احد المشاركين وان اموال الجائزة لسه بتزيد. لكن الغريب ان كان في نفس الوقت اللي بيموت بيحاولوا انهم في مكان سري انهم يستولوا على الاعضاء بتاعتهم، وواضح كده ان كان بيساعدهم في الموضوع ده واحد من المشاركين في اللعبة، وكان عبارة عن طبيب، ومعنى كده ان كان في جريمة بتحصل من غير ما حد يحس بيها، فبيكلفوا الطبيب ده انه ياخد الاعضاء مقابل انهم يدوله معلومات عن اللعبة الجاية. لكن اللي حصل بعد كده كان غير متوقع، وبعد ما نام المشاركين بالليل وبقى الظلام في كل حتة، قرر ديكسو هو والعصابة اللي معاه انهم يقتلوا عدد كبير من المشاركين وهم نايمين، لكن حس كيهون باللي بيحصل فيقرر انه يروح بسرعة للجد والراجل العجوز عشان ينقذه من اللي بيحصل، بس لقى انه قدر انه يهرب من المكان اللي هو فيه، لكن اضطر بعدها انه يصرخ عشان يطلب من المشاركين انهم يوقفوا عن قتل بعضهم. وبعد كده جت اللجنة وامنت الوضع اللي حصل، لكن الوضع كان فوضوي جدا للغاية، وجثث في كل حتة، فينظفوا المكان بسرعة من الجثث وينقلوها لمكان تاني. لكن في اليوم التاني جمعوا المشاركين الباقيين مرة تانية عشان يستعدوا للعبة الجاية، وكانت عبارة عن انهم يكونوا فريق مكون من 10 افراد، لان المرة دي اللعبة اللي كانوا هيلعبوها هي لعبة شد الحبل، فيقرر اغلب الفرق انهم يختاروا اقرب الاصدقاء ليهم، لكن للاسف فريق كيهون كان فيه 3 نساء وراجل عجوز، ومعنى كده انه كان فريق ضعيف وممكن يخسروا بسهولة. بس لعبة شد الحبل دي بقى كانت مختلفة شوية في انهم هيتنافسوا على ارتفاع عالي، واللي هيخسر هيقع من على المسافة العالية دي ويموت. وبدأوا اللعبة والفرقة القوية هي اللي كانت بتفوز، والفرقة اللي بتخسر قدامها هي اللي بتقع وتموت، لكن الراجل العجوز اضطر انه يديهم نصايح وانهم لازم يبقوا على ايد واحدة ويتجمعوا مع بعض والثقة تزيد مع بعضهم اكتر، لحد ما قدروا بذكائهم انهم يفوزوا في النهاية، ووقع الفريق المنافس قصادهم ويفوزوا باللعبة. وللأسف ما تبقاش من المشاركين غير 40 مشارك بس، هم اللي بقوا على قيد الحياة. وكان المعتاد بعد انتهاء الجولة دي استدعوا الطبيب مرة تانية عشان يساعدهم انهم يستخرجوا اعضاء الناس اللي ماتت، لكن كان جين هو لسه متخفي في واحد منهم من اعضاء اللجنة، وطلبوا منه انه ياخد الاعضاء اللي بيشيلوها عشان يوديها لمكان سري، وياخد الاعضاء ويروح المكان ويتصدم من المنظر اللي شايفه، ومعنى كده انهم كانوا ناويين يبيعوا الاعضاء عشان يقدروا انهم يجيبوا فلوس بعد انتهاء اللعبة. لكن في مرة طلب الطبيب انه ياخد تعويض من اللجنة فوق اللي كان بيعمله، لكن اللجنة اعترضت عليه على انه لسه ما عرفش معلومات عن اللعبة اللي جاية، فيتعصب ويخرج سكين ويهدد واحد فيهم، وللأسف قتل واحد من اعضاء اللجنة بوحشية وخرج وهرب بسرعة في غرفة المتاهة، واضطردوا اللجنة لحد ما وصل في الاخر لأوضة ويحاولوا يهدوا الطبيب لانهم ما كانوش عاوزين رئيس اللجنة انه يعرف باللي حصل، لكن للأسف عرف بالضجة اللي حصلت، وبدل ما يضيع وقت قرر انه يقتل واحد من اعضاء اللجنة بعد ما خلع القناع بتاعه، وفي النهاية قتلوا الطبيب كمان. ويكلفوا جينهو بعد كده مع اللجنة انهم ياخدوا الاعضاء اللي بيشيلوها ويدوها للناس اللي جاية تشتريها، وهيمروا عبر ممر سري، لكن واحد منهم شك في جينهو لانه كان بيتصرف بشكل غريب اول ما كان عاوز انه يحمي نفسه، فيخرج جينهو البندقية بتاعته ويقتل اللجنة ويتسلل عبر غرفة القائد بتاع الفريق. لكن بعد كده رئيس اللجنة اكتشف ان في حد دخيل بينهم من الرصاصة اللي كانت في رأس التاني، لانه شك ان الرصاصة كانت من مسدس شرطي، وعشان كده جمع اللجان كلها بسرعة وطلب منهم انه يدوروا على الدخيل اللي بينهم. في نفس الوقت كان جينهو بيحاول انه يدور في الاوض عشان يقدر يوصل لمعلومات عن اخوه اللي مفقود بين الملفات اللي لاقيها، لكن اتصدم اول ما شاف ملف وعرف ان اخوه فعلا كان مشارك في اللعبة دي قبل كده، وجي معاد اللعبة اللي جاية، لكن اتصدموا اول ما شافوا جثة الطبيب وجثث من اللجان التانية، ويحذروهم انهم لو بدأوا يغشوا في اللعبة هيحصل لهم زي اللي حصل ده، وان العدد الحالي للمشاركين هو 39 واحد بس، ومعنى كده ان هيبقى فيه شخص واحد بس مش هيعمل حاجة. وبدأوا يتوتروا اكتر وبدأوا يختاروا مين اللي هيتنافس في الاخر، لكن للأسف ميريونغ ما قدرتش انها تحصل على حد تلعب معاه، وسابوها في الغرفة لوحدها. وبعد كده ادوا كل مشارك كيس صغير موجود فيه 10 كرات، وانهم في 30 دقيقة هيتم الاعلان عن المشارك اللي هيحصل على 20 كورة، يعني من الاخر ان الفايز هيتنافس مع شريكه على اللعبة دي. فكيهون كان
حظه انه يتنافس مع الراجل العجوز، وبعد مرور الوقت بدا يحس كيهون بالتوتر وان اللعبه دي كانت بتعتمد على التخمين وعدد الكرات اللي موجوده في ايد كل واحد من الخصم. ويقرر شخص اسمه سانجو انه يلعب مع علي وانهم يلعبوا بشكل عادل في اللعبه، لكن علي قدر انه يربح ويحصل على الكرات، لكن بعدها حس بالذنب بعد ما حس ان سانجو ممكن يموت، لكن ما كانش يعرف ان سانجو هيخدعه وياخد كل الكرات اللي معاه ويبدلها بحاجه تانية ويهرب بعد كده من اللعبه. وكانت في نفس الوقت سيبوك كانت بتلعب مع امراه تدعى جيونج، لكن بدل ما كانوا بيلعبوا كانوا مقضينها دردشه، وجيونج كانت حاسه ان سيبوك هي اللي تستحق ان يتم انقاذها لانها يائسه من حياتها، فتقرر انها تستسلم في الاخر. لكن مع مرور الوقت الغريب ان الراجل العجوز قرر انه يخسر في اللعبه واتحركت مشاعره ويشكر كيهون انه اهتم بيه طول الوقت اللي كان موجود فيه هنا، وينتهي الوقت ويعلنوا على الفايزين ويخلصوا على الباقيين ويعدموهم برصاص. وبعد ما انتهت اللعبه رجع المشاركين تاني للمعسكر اللي كانوا فيه واستغربوا ان ميريون اللي كانت قاعده لوحدها محدش عامل لها اي حاجه. في نفس الوقت رئيس اللجنه كان لسه متوتر لانه ما قدرش انه يعرف الدخيل اللي بينهم، وانه خلاص المستثمرين قربوا انهم يجوا للمكان، ويطلب من باقي اللجنه انها تكون منتبهه جدا عشان يقدروا يلاقوا الدخيل اللي دخل المكان. ويوصل الضيوف في اليوم التاني ويرحب بيهم رئيس اللجنه، والغريب برضو انهم طلبوا منهم انهم يلبسوا اقنعه عشان برضو محدش يعرف هويتهم، ودول بقى اللي استثمروا اموالهم في اللعبه دي ويروحوا عشان يتفرجوا على اللاعبين الباقيين. لكن جينو اللي كان لسه متخفي ياخد لبس شبه لبس الضيوف عشان يقدر انه يخش بينهم. مش بس كده، ده قدر انه كمان يحصل على بعض مقاطع الفيديو كدليل على الجريمه اللي بتحصل في اللعبه دي. وقبل ما تبدا الجوله واللعبه اللي بعد كده طلبوا من المشاركين ان كل واحد يختار سطره مرقمه من الرقم 1 للرقم 16، وان السطره دي هتحدد مصيرهم في اللعبه، فيزيد التوتر ما بينهم ويخافوا من الارقام اللي في النص. لحد ما جه دور كيهون وكان الرقم اللي باقي هو رقم 1 ورقم 16، وكان نفسه انه ياخد رقم 1، لكن المشارك اللي باقي يترجى انه يسيب له السطره دي وكان خايف جدا، بس بسبب مشاعره وقلبه الطيب سمح له انه ياخد رقم 1. وبعد ما كل واحد اختار السطره والرقم بتاعه لقوا نفسهم في مكان قدام جسر زجاجي، وقدامهم بس 15 دقيقه عشان يعدوا الجسر ده، وكل لاعب هيخش بالترتيب بتاعه. ونلاحظ ان الجسر بيتكون من نوعين من الزجاج، بمعنى ان لو حد خد خطوه غلط هيقع ويموت على طول. فيكتشف ان اللاعب الاول كانت مهمته صعبه جدا، واول ما بدا اللعب يختار الازاز الغلط ويقع بسرعه ويموت، ومعنى كده ان اخر لاعب برضه كان الوضع بالنسبه له خطر لانه مش عارف ايه هو الازاز اللي هيتبقى عشان يقدر يعدي عليه. وتستمر اللعبه ويغامر اللاعبين وينط كل واحد على الجسر الزجاجي، واللي بيختار الازاز الغلط بيقع ويموت، والتوتر بيزيد بينهم وصبرهم بدا يقل، وقرروا بعد كده من التوتر انهم يدفعوا اللاعبين اللي قدامهم، لحد ما وصل دوكسو للمركز الاول بينهم فما كانش قادر حد انه يعديه، وكانوا خايفين منه ويهددهم ان مفيش حد هيقدر يهرب، فبتتضايق ميريون وتقرر انها تنط عليه وتمسكه ويقعوا مع بعض. وما تبقاش غير 4 لاعبين في المركز الاول، وواضح ان كان في واحد فيهم كان شغال في مصنع الزجاج عشان كده كان قادر انه يفرق ما بين الزجاج اللي بيتكسر والزجاج اللي بيستحمل. فاضطر رئيس اللجنه لما حس ان في حاجه غلط انه يطفي كل الانوار عشان ما يقدروش يفرقوا بين الازاز اللي باقي، ويحاولوا يعدوا والتوتر يزيد، والباقيين قدروا يعدوا، وفي النهايه قدر كيهون انه يعدي برضه الجسر بصعوبه، وفجاه باقي الجسر اتدمر والازاز اتنطر في كل حته. والضيوف في نفس الوقت كانوا راضيين عن نتائج اللعبه، لكن واحد من الضيوف كان مهتم بجينهو ويطلب منه انه يقعد جنبه وياخد جينهو لغرفه ثانيه ويسجل برضه جينهو عشان ياخد كل حاجه دليل على اللي بيحصل ده، ويتغلب عليه جينهو في الاخر ويضربه ويفقده الوعي، وقدر انه يهرب من ساحه اللعب وياخد معدات الغوص عشان يقدر يعدي الميه، واعضاء اللجنه ورئيسهم يطاردوه، لكن قدر جينهو انه يوصل للجانب الثاني وكان عايز يتصل برئيس الشرطه عشان يطلب منه المساعده، وفي نفس الوقت يحاول يبعت له الادله عشان يصدقه، لكن للاسف ما كانش فيه شبكه في المكان، فيقرر انه يطلع على مكان عالي وبعد فتره يوصل رئيس اللجنه واللي كانوا معاه ويدخلوا الجزيره عشان يقبضوا على جينهو، لكن لسوء الحظ قبل ما يقدر انه يبعت الادله قدروا انهم يقبضوا عليه، فيهددهم وكان عايز يعرف مين الشخص اللي ورا القناع ده، لكن يتصدم انه كان اخوه اللي بيدور عليه بقاله فتره، ويعرفه انه كان في سبب لان هو يعمل كل ده، لكن اضطر انه يضرب على اخوه النار ويقع في نص البحر. في نفس الوقت يرحبوا بالاشخاص اللي باقيه اللي قدروا يفوزوا الجوله اللي قبل كده عشان يقدروا انهم يتعشوا الاول، لكن للاسف كان في اللي اتصاب بسبب قطعه الزجاج اللي نطت من الجسر عليه، فيحاولوا انهم ينقذوه. وبعد كده الغريب ان كان كل واحد فيهم كان مجهز بسكين صغير، لكن الجوله الاخيره كانت مختلفه وكانت لعبه اسمها سكويد، ودي بقى كانت لعبه طفولتهم، وكان معتاد الضيوف كانوا برضه بيراقبوهم في نفس الوقت ويشوفوهم وهم بيحاولوا يهاجموا بعضهم، وانهم اضطروا انهم يقاتلوا بعض ويفوز كيهون عليه، لكن قبل ما يقتله مشاعره تتحرك تاني وما يقدرش انه يخلص عليه بالسكين بتاعه، ويقرر انه يسيب اللعبه، ومعنى كده انه ما كانش عاوز ياخد الجايزه ويختار انه ينقذ صديقه، لكن للاسف صديقه رفض انه يتعاون معاه، لكن يطلب من كيهون انه يعتني
أخته اللي موجودة دلوقتي في دار الأيتام، وطعن نفسه بالسكين ومات. وفي النهاية فاز كيهون باللعبة بعد كل المعاناة اللي شافها قبل كده، ويرجع لمكانه الأصلي وفاز بمبلغ قدره 45.6 مليار وون. بس للأسف ما كانش سعيد بكل اللي حصل. مش بس كده، ده كمان اتصدم إن والدته ماتت وبقى في حالة لا يرثى لها. والغريب اللي بعد كده إن كان في سيدة عجوز ادت له بوكيه ورد كان موجود فيه الطاقة لعنوان معين، وأول ما راح اتفاجئ إن الراجل العجوز كان لسه عايش، وبدأ يشك إن هو رئيس اللعبة أصلا. فيعترف له إنه على الرغم إنه بيمتلك فلوس كتير ما كانش سعيد في حياته، وإنه كان عنده ورم في دماغه، وإن حياته مش هتطول أكتر من كده. فقرر إنه يستمتع بحياته والألعاب اللي كان بيلعبها وهو صغير. فعشان كده جات له فكرة إنه ينشئ اللعبة دي عشان يقدر يستمتع في الباقي من عمره، وما كانش عنده مانع إنه هو يضحي بمئات الأرواح لمجرد بس إنه يستمتع، ويعرفوا إنه ما أجبرش أي شخص على المشاركة في اللعبة، وإنه كان فرحان جدا إن كيهون زميله. ويموت الراجل العجوز برضه بعد كده. وفي اليوم التاني بدأ كيهون إنه يبدأ حياته الجديدة، ويحاول يغير من شكله ويروح لدار الأيتام عشان يجيب الطفل ويرجعه لأمه ويديها شنطة مليانة فلوس. وبعد كده قرر إنه يدور على بنته، لكن قبل ما يسافر شاف شخص تاني غامض بيعرضه عليه إنه يلعب اللعبة دي مرة تانية، فياخد منه البطاقة ويتصل برئيس اللجنة ويهدده إنه هينتقم من كل أفعالهم السيئة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول، وتابعونا على صفحة أرب تريلر على الفيسبوك، ونشوفكم في فيلم جديد.